ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح حفظه الله كان قد غادر بحفظ الله ورعايته والوفد الرسمي المرافق لسموه بعد عصر اليوم المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بعد أن ترأس سموه وفد دولة الكويت في الدورة العادية 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في محافظة جدة. وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار رئيس بعثة الشرف سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.